أرحب بكم في درس جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. واليوم راح نتحدث عن إيديوم مهم جديد اللي هو الجو باستل. جو باستل يعني باستل عفوا معناه الحرفي جو يذهب، باستل معناها بريدي، يعني يذهب كبريد أو هيك شيء معناها كحرفي. أما المعنى الصحيح أو المعنى كمصطلح باللغة الإنجليزية فمعناه يفقد أعصابه، يكون مثل رجل البريد. على سبيل المثال he is upset، هو ضايج. I hope he does not go pastel and kill us all، والله هذا كلش ضايج مبين علي، هذا لا يضوج يروح يقتلنا كلنا، هيك معنى. ف go pastel postal بمعنى يعني يفقد عصب، افقد اعصابه، او يعني يغضب جدا. she he is او she is very angry، فهذا هو go pastel.